انا بصراحه عجبني جدا 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 يمكن تصريح من تصريحات الرئيس واللي اتكلم فيها على مساله توطين امتلاك القدره بتوطين تكنولوجيا في الصناعه بشكل عام يعني الرئيس النهارده مثلا لما كان بيتكلم كان بيتكلم على صناعه التشييد والبناء والبنيه الاساسيه توطين التكنولوجيات الخاصه بالنوع ده من الصناعات والبناء والتشييد والبنيه الاساسيه ما هيش مجرد نشاط اقتصادي قايم على انك باسمنت وحديد ورمل وعماله ماهره ومهندسين اذكياء يصنعون او يصممون مباني بالشكل الفلاني، احنا هنا بنتكلم على بلد اللي هي احنا مصر. مش بتشتغل بالطرق القديمه بتاعه حته ارض ونبني عليها كام دور وبعدين نكتر عدد المباني فنقول دي مدينه سكنيه جديده اطلاقا مصر بتشتغل بطريقة مختلفة خالص دلوقتي عن زمان بتواكب التطور اللي بيحصل في صناعة التشييد والبناء في مسألة بناء مدن سكنية جديدة بالتعبير الذي أصبح رائج دلوقتي اللي هو مدن الجيل الرابع أو المدن الذكية تيجي تقولي طب وإيه نوع التكنولوجيا على سبيل المثال هضرب لك مثل بسيط صناعة التشييد والبناء أو المدن الجديدة بالتأكيد مرتبطة والبنية الأساسية بالمناسبة مرتبطة بإيه؟ بتكنولوجيا المعلومات، إزاي يا عم يوسف بتكنولوجيا المعلومات؟ أقول لك إذا كنت أنت بتشتغل على إحنا البلد يعني أنت دي أنا وأنت وغيرنا الدولة، بنشتغل مثلا على مشروع عظيم جدا اللي هو مبادرة حياة كريمة. وغير مبادرة حياة كريمة بنشتغل على مسألة المدن الذكية. وبالتالي إحنا بنقول إيه؟ إن إحنا من ضمن الخدمات اللي هتصبح أساسية هي أصبحت أساسية بالفعل في المدن الجديدة كلها لمدن الجيل الرابع اللي اتعملت، مش هقول لك ايه اللي بتتعمل ولسه هلم مجرة، لكن حتى في حياة كريمة احنا بنتكلم على وصول الإنترنت لداخل المنازل والمباني الإدارية والحكومية وحتى المجمعات الصناعية اللي بتتعمل هناك بفايبر أوبتكس. هل أنا في الحالة دي الصح بتاعي إن أنا استورد كابلات الفايبر اوبتكس ولا اصنع كابلات الفايبر اوبتكس ما دي تكنولوجيا اهي ودي تكنولوجيا او تكنولوجيا او تقنيه بتاعه تكنولوجيا معلومات صح اتصالات ومعلومات بس هي بتخدمني في بنيتي الاساسيه فمصر تعمل مصنع ليه الكابلات اللي هي الضوئيه او الفايبر اوبتكس ده على سبيل المثال لا الحصر انا ضربت لك المثال الصغير ده عشان تبقى انت فاهم يعني ايه توطين تكنولوجيا صناعه التشييد والبناء والبنيه الاساسيه واحنا هنا بنتكلم على عامل واحد فقط لا غير لما اجي اقول ان انا عايز المدن بتاعتي تدار بطاقه نظيفه فيبقى احدث حاجه في مجال الطاقه النظيفه ايه هتيجي تقول الطاقه الشمسيه هقولك لا عدناها احنا عندنا مثلا حاجه زي بنبان وغيرها بالمناسبه من حقول الطاقه الشمسيه. آه طب طاقه الرياح؟ عندي طاقه رياح. لكن اللي انا بشتغل عليه ايه؟ ان انا بعمل مصنع مهم جدا لايه؟ لما يطلق عليه الهيدروجين الاخضر. فده اخر حاجه، اعلى حاجه، ده سقف العالم في مساله توليد الطاقه النظيفه من حاجه اسمها الهيدروجين الاخضر. فانا بعمل مصنع للهيدروجين الاخضر وهكذا. احنا هنا شوف اتكلمنا على ايه؟ على الطاقه. واتكلمت عن الاتصالات مش دول تكنولوجيا ايوه دول تكنولوجيا بيخدموا البنيه الاساسيه طبعا بيخدموا صناعات التشييد والبناء طبعا التركيبات والمركبات المختلفه اللي بتستخدم في بناء او في تشييد اي مبنى اوعى تفتكر مثلا ان صناعه الاسمنت هي هي صناعه الاسمنت من ساعه ما ظهرت اول مره في انجلترا اطلاقا الصناعة دي تغيرت وبقى في حاجة اسمها أكواد والأسمنت الذي يصلح لبناء نطحات السحاب غير اللي بيصلح لكذا دي تركيبة ودي تركيبة إلى آخره طيب وماذا بعد الأسمنت أصبح في تكنولوجيات تانية أنا مرة شفت في إنجلترا ناس بيشتغلوا بخليط ما يعني ما بين الأسمنت والألياف الزجاجية يعني اللي هو بتاع الفايبر جلاس ده اللي هو الليف الزجاجي ولا الصخر الزجاجي الصخ... الزجاج الصخري سميه زي ما تسميه فايبر جلاس خلاص كلنا عارفين يعني خلطة معينة يستم... يتم استخدام فيها الفايبر جلاس مع تركيبة معينة من الأسمنت بنسب معينة بتدي صلابة ومتانة أكبر بكتير جدا ووزن أقل بكتير جدا حدس ولا حرج دي اسمها تكنولوجيا تساهم في ايه؟ في تطوير صناعة تكنولوجيا أو في تطوير في, في تطوير تكنولوجيا صناعة التشييد والبناء والبنية الأساسية، حدث ولا حرج، طب أنا بقول لك الكلام ده ليه؟ أنا بقول لك الكلام ده لأنه مصر فعلاً ما بتقفش مصر بقالها النهارده سبع داخلين على ثمان سنين أهو من سنة 2014 إحنا موقفناش لحظة، موقفناش لحظة، لو وقفنا لحظة في هيكلة الاقتصاد ولو إفنا لحظة في توطين التكنولوجيا قدر الاستطاع ولو إفنا لحظة في تحديث وتطوير مؤسستنا العسكرية وجيشنا ولو إفنا لحظة في تطوير وزارة الداخلية من حيث زي كده ما بقولك إيه مركز الإصلاح والتأهيل اللي كان زمان اسمه سجن السجين اللي بقى اسمه نزيل الراجل اللي كان بيبقى جوه السجن عمره بيروح مقيد الحرية لأ دلوقتي بنعمل تركيبة تانية خالص أنا عايزه يشتغل وهذا المركز، وعايزه يكسب فلوس، وعايزه يبعت لأهله، وعايزه يحوش قرشين هينفعوه لما يجي يخرج بإذن الله صالحًا للمجتمع، مؤهلًا للمعيشة داخل المجتمع، يدمج داخل المجتمع كفرد منتج صالح زي الفل، يبقى التطوير اللي بيحصل في مصر هو على كل المناحي، كل المناحي، مفيش حاجة مصر واقفة فيها، تيجي الكورونا مصر الحمد لله والشكر لله بامر ربنا ما تعطلش. تيجي الازمه الروسيه الاوكرانيه، مصر الحمد لله والشكر لله ما تعطلش، يمكن احنا شرحنا لكم قبل كده اللي حاصل في مساله الاجراءات اللي خدتها الدوله عشان خاطر تحميك، اجراءات بتاخدها من 2014، ده كان حد عارف ان في حرب ولا ما حربش. لكن مصر طول الوقت قاعده عماله بتشتغل على انه الامور تبقى موطنه. اكلك موطن، تكنولوجيتك، صناعتك، اقتصادك يبقى قوي، متين، يعرف يقف قدام الهزات العالمية، ما بقولكش احنا بقينا نمرة واحد على العالم، لا ما بقيناش نمرة واحد على العالم، ولسه المشوار طويل وطويل طويل بجد مش هزار، 10 و15 و20 سنة عشان يمكن انا ما عنديش بقى المعلومة دي، ومفيش حد عنده هذه المعلومة، يمكن بعد 20 سنة نلاقي نفسنا أول وتاني يعني الصين لما قامت بتجربتها سنة 78 على سبيل المثال ما كانتش متصورة إنها هتبقى الاقتصاد رقم اتنين على العالم وتبقى مرشحة إنها تبقى الاقتصاد الأول على العالم في وقت من الأوقات على الإطلاق لكن بدأوا المشوار بتاعهم بمنتهى الذكاء بمنتهى النجاح وعملوا نموذج اقتصادي يسموه اقتصاد السوق الاجتماعي اللي بيحكم الصين حتى هذه اللحظة الحزب الشيوعي الصين حلو لكن عمل تطوير في النظريات الاقتصادية فيتحول إلى اقتصاد مهول قادر على ابتلاع اقتصاديات ضخمة قادر على ذلك الصين اصبحت بتمتلك تكنولوجيا وصناعه وسندات هنا وسندات هنا ومدينه طوب الارض وبتستثمر عند طوب الارض الى اخره الحلم لا يقف كذا الحال الحلم المصري لا يقف